الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو المقطع 106، الدرس السابع في الاقتصاد الجزئي، تحت عنوان تطبيقات من نظرية الطلب والعرض. Lesson number 7 Micro Economics Application of Demand and Supply Theory. نرجو أن يكون فيه الفائدة لطلبتنا الأحباء في كل الجامعات العربية. تطبيقات من نظرية الطلب والعرض. هناك كثير من الظواهر الاقتصادية التي يمكننا تحليلها بواسطة الأدوات البسيطة لمبادئ الطلب والعرض. نتحدث في هذا المقطع عن عدة ظواهر تتعلق بالطلب والعرض، ومنها ظاهرة العجز، النقص shortage، أو الفائض surplus في سرعة معينة. وفي مقطع لاحق إن شاء الله تعالى سنتحدث عن ما يسمى فائض المستهلك consumer surplus وفائض المنتج producer surplus وبعض التطبيقات الأخرى. نرجو إن شاء الله أن يكون فيها الفائدة. أكرر، العجز shortage والفائض surplus من سلعة ما قد تفرض السلطات المعنية في بعض البلدان وفي بعض الأحيان سقفا على أسعار بعض السلع، وخاصة في أوقات الحروب والمجاعات أو عند حدوث الجوائح، وذلك من أجل حماية طبقة الفقراء من غلاء الأسعار. وعادة ما يطلب من المنشآت التي تبيع السلعة المعنية أن تلتزم بالحد الأقصى من السعر المحدد من قبل السلطة المعنية. عادة تتحقق نقطة التوازن equilibrium point نتيجة لتفاعل حقيقي وطبيعي بين قوى الطلب والعرض اللي هي demand and supply forces، وهي قوى السوق. وبالتالي فإن السوق كان يعمل تلقائيا أو يعمل تلقائيا على تنظيف نفسه من الفوائض أو العجوزات على جانبي الطلب والعرض. حتى نستوعب هذه الفكرة، أرجو من الطلبة الأحباء والمتابعين أن يرجعوا إلى مقاطع أخرى سابقة، كنا قد تحدثنا عن الطلب والعرض، الكميات المطلوبة والمعروضة، الفرق بينهم، وتنظيف السوق. التمثيل البياني. هنا في هذا الرسم البياني على المحور الأفقي الكمية المطلوبة والمعروضة من سلعة ما، سعر الكميات المطلوبة والمعروضة على المحور العمودي P، ومنحنى الطلب هذا المنحنى الأزرق السميك D، ومنحنى العرض هذا المنحنى المستقيم الأخضر، ونقطة التوازن نقطة الالتقاء بين الكميات المطلوبة والكميات المعروضة عند هذه النقطة E. وبالتالي الكمية التوازنية هي Q sub E، والسعر التوازن هو P sub E. ما يعني الآن عند نقطة التوازن ليس هناك فائض no surplus ولا عجز no shortages. نكمل إن شاء الله. لنفترض أن التوازن قد تحقق عند Q sub E الكمية التوازنية و P sub E السعر التوازني في الشكل التالي الذي نعيد رسمه من المقطع السابق أو الشريحة السابقة. ما زال الآن المحور الأفقي يمثل الكميات المطلوبة والمعروضة Q، والمحور العمودي يمثل أسعار الكميات المطلوبة والمعروضة. منحنى الطلب يبقى كما هو D، ومنحنى العرض يبقى كما هو، ونقطة التوازن الآن E، نقطة التقاطع أو الالتقاء بين الكميات المطلوبة الممثلة بهذا المنحنى والكميات المعروضة الممثلة بهذا المنحنى. وبالتالي الآن الكمية التوازنية Q sub E والسعر التوازني P sub E. الآن لنفترض بأن الحكومة قامت بفرض ما يسمى سقف على السعر، يعني ممنوع أو يمنع أن تباع هذه السلعة بأعلى من سقفها Price Ceiling، سقف على السعر، ومقدار هذا السعر P sub C. P sub C رمز، الآن سأمثل إن شاء الله على شكل أرقام، وهو الحد الأقصى المسموح ببيع السلع عنده، أي يمنع بيع السلعة بسعر أعلى منه. لنفترض على سبيل المثال بأن P sub C هو عند هذا المستوى، لأن الآن الكمية التوازنية Q sub E والسعر التوازني حدث يعني عند تقاطع منحنى الطلب ومنحنى العرض عند هذه النقطة، نشأت الكمية التوازنية Q sub E والسعر التوازني، إذن زوج مرتب Q sub E و P sub E عند هذه النقطة، هذا الزوج المرتب. فلأن السعر انخفض
السعر المفروض، اللهم السعر المفروض من قبل السلطة والحكومة انخفض من P sub E إلى P sub C، يعني هذا السعر PC أقل من PE. ما يعني بأن الآن نتيجة لقانون اللي تعلمناه في السابق قانون العرض بأن الكميات المعروضة انخفضت إلى هذه النقطة، من هذه النقطة إلى هذه النقطة، وبالتالي الآن Q sub S بتمثل لي الكمية المعروضة عند هذا السعر. لكن لأن السعر انخفض فإن الكميات المطلوبة ارتفعت من Q sub E إلى هذه الكمية Q sub D، وبالتالي الآن عندي Q sub D أعلى من Q sub E و Q sub D أعلى من Q sub S، فبالتالي هذه الكمية Q sub D ناقص Q sub S هي تمثل لي العجز أو الشورتج في هذه السلعة، كمية المتوافرة في هذه السلعة نتيجة لفرض السعر، سقف السعر اللي هو P sub C. بالتالي Q sub D ناقص Q S بيعطيني العجز. نكمل بإذن الله. لنفترض الآن على شكل أرقام معينة أن لدينا بيانات فعلية عن الكميات المطلوبة المعروضة من دقيق القمح المستخدم في صناعة الخبز المنزلي بالطن يوميا، وقد قمنا بتمثيلها في الشكل الآتي. عندي الكميات المطلوبة من دقيق القمح، طحين القمح أو طحين الخبز يعني، هذه الكميات المطلوبة وهذه الكميات المعروضة. نقطة التوازن حدثت عند الزوج المرتب كيو التوازنية 20 والسعر التوازني 30، لكن الحكومة الآن تحقق التوازن للزوج المرتب 30 و20، أو العكس 20 و30، ليس هناك فرق للكمية والسعر على التوالي، لكن السلطة المعنية أو السلطات المعنية قامت بفرض سقف لسعر السلعة طبعا مقداره 25. الآن الحكومة قالت أنه يمنع أن يباع ب30، يجب أن تباع هذه السلعة اللي هي دقيق القمح ب25. ما يعني الآن بأن الكميات المعروضة ستنخفض عند هذا السعر المنخفض وسترتفع الكميات المطلوبة عند هذا السعر المنخفض. لنفترض بأن الكميات المعروضة انخفضت من 20 إلى 15 وأن الكميات المطلوبة زادت من 20 إلى 35 عند هذا السعر، ما يعني بأن العجز المتحقق في توافر السلعة هو 35 ناقص 15 يساوي 20 طن يوميا نتيجة لفرض سقف سعر مقداره 25. نكمل إن شاء الله. لنفترض الآن بمقابل هذه الحالة اللي هي حالة العجز أو النقص أن هناك استهلاكا جائرا من سلعة دقيق القمح المستعمل في صناعة الحلويات الفاخرة، وأرادت السلطة المعنية حماية هذه السلعة من النضوب. تستطيع السلطة أن تحقق ذلك اللي هو حمايتها من النضوب، أن تحقق ذلك من خلال فرض حد أدنى للسعر. هناك حد أقصى الحالة الأولى، لكن الآن حد أدنى يسمى أرضية السعر Price Floor، وهو سعر لا يجوز بيع السلعة بأقل منه. نستطيع تخيل هذا الوضع كما في الشكل الآتي، وفيه نرى أن التوازن قد حدث فعلا عند الزوج المرتب Q sub E و P sub E اللي هو سعر التوازني والكمية التوازنية. الآن نتيجة لوضع الحكومة أو فرضها ما يسمى ب Price Floor، هذا المستوى P sub F ارتفع، يعني كان السعر P sub E توازني، الآن ارتفع نتيجة لوضع أرضية السعر، يعني يمنع بيع هذه السلعة بأقل من P sub F، فالكميات المطلوبة انخفضت والكميات المعروضة زادت، ما يعني أنه عندي كمية فائض مقدارها Q sub S ناقص Q sub D في هذه الحالة. نأخذ على شكل أرقام. لنفترض بأن التوازن حدث عند زوج المرتب 25-20 كما في المثال السابق وعلى التوالي، وأن السلطة المختصة قامت بفرض أرضية السعر مقدارها 30، ما يعني بأنه لا يجوز بيع السلعة بأقل من هذا السعر، وبالتالي فإن الكمية المطلوبة من السلعة عند هذا السعر هي 15، الكمية المطلوبة 15 لكن الكمية المعروضة 35 والكمية المعروضة هي 35، ويكون الفائض من هذه السلعة هو 35 ناقص 15 يساوي 20. قلبنا
مفهوم المثال السابق، وافترضنا هناك في حالة أنه عندي نقص، الآن في عندي فائض مقداره 20 بسبب عدم قدرة السوق من تنظيف فوائد العرض، فوائد الطلب والعرض طبعا في هذه الحالة. تنسحب هذه المبادئ الأولية أي العجز والعرض والفائض عفوا من سلعة ما على موضوعات متعددة مثل البطالة الناتجة عن فرض حد أدنى للأجور، والعجز الحاصل في سكن الإيجارات بسبب، أو عفوا سكن الإيجار بسبب تثبيت أجور السكن rent control. لنأخذ مثالين بيانيين فقط. هنا عندي حالة يعني الطلب على العمالة والعرض من العمالة أو قوى العمل أو العمال، وهنا العرض لساعات العمل. التوازن الحقيقي عندما كان معدل الأجر W sub L كانت الكميات التوازنية Q sub L، لكن لأن الحكومة فرضت ما يسمى بالحد الأدنى المينيمم ويج عند هذا المستوى W sub M، أجر من الطالب أن يتخيل على شكل أرقام، فإن الكميات المطلوبة من العمالة انخفضت من كيو صب ال إلى كيو صب دي، لكن الكميات المعروضة من قبل العمال زادت من كيو صب ال إلى كيو صب اس، وبالتالي الآن حجم البطالة هو كيو صب اس ناقص كيو صب دي. في مثال آخر، طبعا هذه حالة الحد الأدنى للأجور، أما المثال الآخر نتحدث عنه ما يسمى بالنقص في المساكن المتوافرة للطبقة التي تستأجر مساكن. كان عندي السعر التوازني أو معدل إيجار المساكن التوازني P sub E، والكمية التوازنية من المساكن المطلوبة الإيجار Q sub E. الآن نتيجة لوضع ما يسمى بـ Price Ceiling أو سعر ممنوع، يعني يمنع على المؤجرين أن يضعوا أجرة عليه أكثر منه P sub C، فالكميات المعروضة من المساكن المؤجرة انخفضت، لكن الكميات المطلوبة من المساكن المؤجرة زالت، وبالتالي الآن في عندي Q sub D أعلى بكثير من Q sub S، ما يعني النقص في المساكن هنا عند الفرق بين Q sub D و Q sub S. هذه حالة ضبط أجور السكن. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون قد قدم الفائدة، وإن شاء الله إلى لقاء آخر في مقطع آخر عن موضوع ما يسمى بفائض المستهلك وفائض المنتج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.